Je peux bénéficier de l'aide juridictionnelle. Je peux bénéficier de l'aide juridictionnelle. يعني واش نقدر نستافد من المساعدة القانونية أو القضائية؟ واش نقدر جو بو بينيفيسيي واش نقدر نستافد من المساعدة يعني لاد جوريديكسيونيل يعني المساعدة القضائية. جي دو لونسيانتي، جي دو لونسيانتي يعني عندي الأقدمية، عندي الأقدمية. لونسيانتي وهي الأقدمية، شي حاجة أونسيان يعني قديم، أونسيان يعني في الفيمينال يعني قديمة. لونسيانتي وهي الأقدمية في العمل. J'ai déposé une plainte. J'ai déposé une plainte. يعني رفعت دعوى قضائية. J'ai déposé une plainte. J'ai une attestation médicale. J'ai une attestation médicale. يعني عندي شهادة طبية. عندي j'ai une attestation médicale. J'ai un document attestant la dégradation de ma santé. J'ai un document attestant la dégradation de ma santé. يعني عندي وثيقة تثبت attestant تثبت يعني التدهور ديال الصحة ديالي. يعني تثبت بأن الصحة ديالي تدقدقات. يعني مدقدقة أو مريض بزاف يعني الصحة ديالي متدهورة. يعني جي ان دوكيمون عندي واحد الوثيقة واحد الشهادة طبية يعني تتسمى ان دوكيمون يعني واحد الوثيقة. Mon patron me fait du harcèlement moral. Mon patron me fait du harcèlement moral. يعني الباترون ديالي، المدير ديالي، الرئيس ديالي، تيدير ليا داك التضييق النفسي. يعني تيزير عليا نفسيا. إما تيكثر عليك الخدمة وما تشدش الكونجي وتيبغي يزير عليك في داكشي ديال لي بريم وما يعطيكش البريم حتى نتايا ويعطي لوحدين اخرين. يعني هذا تيتسمى لو هارسيلمون مورال. يعني يضايقك نفسيا. المضايقة النفسية. Je n'avais aucun antécédent. Je n'avais aucun antécédent. يعني ما عندي حتى سوابق. Je n'avais aucun antécédent. J'ai une expertise psychiatrique. J'ai une expertise psychiatrique. يعني عندي واحد الخبرة طبية من مصلحة الطب النفسي. يعني psychiatrique وهي مصلحة الطب النفسي. تثبت مثلا واحد المرض. J'ai également eu une réquisition judiciaire. J'ai également eu une réquisition judiciaire. يعني وقع لي واحد التعرض قانوني او عندي كذلك واحد التعرض قانوني. تيضرب في داك الشيء اللي قلته مثلا. يعني تعرض قانوني وهو la réquisition judiciaire. التعرض القانوني. Je n'ai aucune nouvelle du traitement de ma plainte. Je n'ai aucune nouvelle du traitement de ma plainte. يعني هادي تتوقع الانسان تيتقدم بواحد الشكايه وما تيعرفش ديك الشكايه فين وصلت. يعني je n'ai aucune nouvelle ما عندي حتى خبر. ما عرفتش انا فين وصل داك الشكايه ديالي فين وصلت. Je n'ai aucune nouvelle du traitement. يعني المعالجه ديال هاد الشكايه ديالي فين وصلت. او الملف ديالي او يعني الشكايه ديالي. Le tribunal me répond qu'ils n'ont pas reçu mon dossier. Le tribunal me répond qu'ils n'ont pas reçu mon dossier. يعني المحكمة تقول لي وتجاوبني بأنهم كاع ما وصل لهم الدوسيي ديالي، كاع ما توصلوا بالدوسيي ديالي. Me répond qu'ils n'ont pas reçu. ما توصلوش بالدوسيي ديالي. Le délai est-il normal؟ يعني واش هاد المدة هادي كاملة يعني واش طبيعية؟ يعني مثلا واحد دفعت واحد الملف وتعطل بزاف غادي تقول واش هاد لو ديلي واش طبيعي يعني تعطلات الامور بزاف. لو ديلي اتيل نورمال. كو بويج فير افان دو فير افونسي مون دوسيي. كو بويج فير افان دو فير افونسي مون دوسيي. يعني هادو عبارات تحاول انت تشكلهم وتستعملهم في السياق اللي باغي نتايا. كو بويج فير afin de faire avancer mon dossier. يعني اشنو نقدر ندير باش ندفع ونحرك الدوسي ديالي. يعني afin de faire avancer باش ندفع الدوسي ديالي. مثلا دفعتي للمحكمة او هادي. Quelle solution pour rectifier la faute. شنو هو الحل باش نصلح هاد الخطأ. Quelle solution pour rectifier la faute. Je suis en arrêt maladie.
Je suis en arrêt maladie. يعني أنا دابا واقف على العمل بسبب المرض. En arrêt maladie. Mon employeur est allé trop loin avec moi. Mon employeur est allé trop loin avec moi. يعني المشغل ديالي رئيس ديالي في العمل ولا المشغل ديالي الباترون ديالي مشى معايا بعيد يعني باغي يزيرني مزيان مشى معايا بعيد يعني باغي يعني صافي باغي يجري عليا وباغي مشى معايا بعيد بحال هكا est allé trop loin avec moi باغي يزيرني مزيان. J'ai des preuves écrites. أنا عندي حجج مكتوبة. ما عنديش غير الهضري الشفوي. لا، j'ai des preuves écrites. J'ai des preuves écrites. مثلا في الخدمة تيقول لك مثلا عندك واحد لا بريم مونسيال ولا واحد لا بريم يعني تريمستريال خاصك تاخذها وعندي هذا الشيء مثلا بدي بروف يعني بحجج ماشي شفويا. لا، دي بروف écrites. لا دي ايميل مثلا j'ai même travaillé le dimanche وخدمت حتى الحد. يعني كما هو معلوم بان الحد يعني يوم راحه هو كي الانسان يخدم فيه خصو ياخذ واحد دوبل سولد. جي ميم ترافايي لو ديمونش وخدمت حتى الحد. سور ما فيش دو بي ريان استيبولي يعني في ديك لا فيش دو بي داك البيلتان دو بي ما باين والو ما باينش بان مثلا درتي واحد السوايع زايدين او خدمت داك لو جور فيغيي النهار ديال العيد او يعني ما موضحينش فيه داك الشيء ما باين فيه والو كاع داكشي اللي زدت انايا فوق من الاوقات ديال العمل ديالي ما باين والو. Je dépend de la fonction publique hospitalière. Je dépend de la fonction publique hospitalière. يعني انا خدام يعني على حساب الدوله خدام في السبيطار على حساب الدوله باكا يعني بالدارجه تنقولوها بحال هكا. يعني je dépend de la fonction publique يعني انا خدام في الوظيفه العموميه hospitalière يعني على حساب يعني السبيطار. Mon travail consiste à surveiller les locaux. Mon travail consiste à surveiller les locaux. يعني خدمتي يعني هي مراقبة ونعس على البناية أو البنايات. J'effectue des tâches ménagères. J'effectue des tâches ménagères. يعني وتندير حتى داك الشغل ديال 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 الدار الجفاف والتخمال وكذا يعني لي تاش ميناجير الكوزينا. Je commence à 22h et je termine à 8h30. Je commence à 22h et je termine à 8h30. يعني تنبدا مع العشرة ديال الليل 22h وتنسالي مع 8:30 ديال الصباح. S'il vous plaît, m'éclairez. S'il vous plaît, m'éclairez. يعني من فضلك وضح لي الامور. وريني وضح لي الامور. M'éclairez. Je suis salarié d'une société de sécurité privée. يعني انا اجير انا خدام في واحد الشركه ديال سيكوريتي ديال سيكوريتي بريفي يعني الامن الخاص. Je travaille sur deux sites différents. Je travaille sur deux sites différents. يعني انا تنخدم في جوج ديال لي سيت. تنخدم في هذه البلاصه مثلا عندي يومين في السيمانه تنخدم في واحد البلاصه وديك الثلاث ايام الاخرى او اربع ايام اخرى تنخدمها في بلاصه اخرى. Je travaille sur deux sites différents. مختلفين. Mes collègues sont fixes sur un poste, soit le jour, soit la nuit. وهذا موضوع تيطرح بالنسبه للانسان كاين اللي تيخدم دي شيفت تيكونوا تيخدموا بالليل ودي شيفت تيكونوا تيخدموا بالنهار. كاين اللي تيكون فيكس وكاين اللي تيكون لا اما يخدم مرات يخدم بالليل ومرات يخدم بالنهار وهذه تكون مشكل يعني. مي كوليغ يعني الزملاء ديالي في العمل سون فيكس مفيكسينهم. sur un poste soit le jour soit la nuit يعني هما فيكسينهم اما تيخدموا بالليل او بالنهار مثلا انا ما مخدمينيش انا تيخدموني مثلا مره بالنهار مره بالليل وهذه مساله شويه صعيبه. Ma femme attend un enfant prévu fin décembre. هذا موضوع تيتطرح كذلك يعني الانسان تيكون خدام والمراه ديالو تتكون حامله تيقول لهم في الخدمه بان ما فام اتون ان انفون راه مراتي غادي تولد تتسنى يعني غادي تولد غادي تولد في لا فان ديال ديسمبر تولد في نهايه شهر ديسمبر يعني باش مثلا في الخدمه تيقول لهم هاد الهضره باش يساعدو مثلا اذا كان تتوجع خصو يديها السبيطار او كذا او يعطيو كونجي. J'ai demandé à travailler que la nuit. J'ai demandé à travailler que la nuit. انا طلبت من
الناس اللي خدام معاهم طلبت منهم انني نخدم غير بالليل، عندي الغرض بالنهار. ما فام اي اتوديونت، مراتي باقا تتقرا، اي اتوديون تتقرا. اون ما ريفوزي ا بليزيور ريبريز، ولكن رفضوا ليا هذا الطلب ديالي ا بليزيور ريبريز، يعني رفضوا ليا بزاف ديال المرات، ماشي مره واحده، بليزيور ريبريز. بليزيور ريبريز بمعنى انا تنتقدم بهذا الطلب و تيرفضوا ليا مرات عديده. جو سوي بريوريتير بور باسي دو نوي، انا عندي الاسبقيه انني نخدم بالليل. جو سوي بريوريتير يعني جو سوي بريوريتير، يعني انا عندي الاسبقيه. هادي تنستعملوها يعني في بزاف ديال السياقات، تقدر تكون مثلا في الخدمه تيجي واحد يعني من موراك و تيطلعوه مثلا هو الشاف، و تتكون نتايا عندك الاسبقيه عليه، عندك الاقدميه والاسبقيه، بمعنى انك انت اللي من حقك انك تشد هذاك لو بوست، تقول جو سوي بريوريتير، انا اللي عندي الحق، عندي الاحقيه والاسبقيه. Je suis prioritaire pour passer de nuit. Nous nous étions mis d'accord sur le salaire ainsi que sur le temps de travail. هادي تتقال مثلا في ديك مقابلة العمل، تتقول nous nous étions، يعني اتفقنا، nous nous étions mis d'accord، اتفقنا. Nous nous étions mis d'accord sur le salaire، اتفقنا على السالير، وكذلك اتفقنا على الوقت ديال الخدمة. Ainsi que sur le temps de travail. Mon employeur me contacte. Mon employeur me contacte، يعني المشغل ديالي، يعني اللي انا اللي خدام عنده تيتصل بيا. J'ai besoin de ce travail، انا محتاج لهذ الخدمه. J'ai besoin de ce travail. Je prévois acheter un logement avec ma conjointe، يعني داير في بالي انني خاصني نشري واحد المسكن مع الزوجه ديالي، نتشارك انا والزوجه ديالي في واحد المسكن، واحد المنزل. يعني جو بريفوا، انا داير في بالي انني نشري واحد الدار انا والمراه ديالي. جو سوي دون اون سيتياسيون بريكير، جو سوي دون اون سيتياسيون بريكير، يعني انا في واحد الوضعيه غير مستقره، بريكير هشه وغير مستقره. جو شيرش ان جوب ديتي، تنقلب على خدمه ديال الصيف. جو شيرش ان جوب ديتي. J'ai une bonne capacité physique، يعني عندي الصحة وعندي القوة البدنية باش ندير هذا الشيء. هذه تتقولها كاين شي بعض الخدامي تحتاج شوية ديال الصحة، خصك تقول j'ai une bonne capacité physique باش تعزز الموقف ديالك. Je sais emballer، je sais emballer، يعني أنا تنقدر نغلف ونجمع داك الشيء مثلا في الكارتون ولا هذه بالنسبة لداك الشيء الخدامي ديال لومبالاج ولا. Je peux contrôler، je peux contrôler، اي نقدر اسيدي نقدر نراقب ونقدر نشوف ونفيريفي ونكونترولي. Je peux contrôler. Je peux vérifier، نقدر نفيريفي هادشي، نقدر نقبل هادشي ونفيريفي هادشي، وعندي داك حس الانتباه، يعني هادشي تتقولو باش تعطي واحد الصوره ايجابيه عليك، وهادشي تستعمل تحتاج في جميع الخدامي. Je peux livrer، هادي تحتاج الانسان اللي تيكون تيتسخر. Je peux livrer، نقدر نتسخر، نقدر ندي هاد السخره هادي نديها لهاد البلاصه ولا مثلا داكشي ديال ماكدونالد ولا. Je peux livrer، يعني من تتقدم لداك لونتروتيان خصك تهضر باش تبين على الشخصيه ديالك وتبين على حداكتك. Je suis discret، je suis discret، هادي مثلا تحتاجوها مثلا لي فام دو ميناج، تيقولوا خصنا تكون واحد البنت او مرا تكون ديسكري، يعني يا شافت شي حاجه ما تقول والو، ما تخرجش اسرار ديال الدار، يعني لا ديسكريسيون هي الكتمان. جو سوي ديسكري، هذه زوينه، هذه باش تعزز كما قلنا البلاصه ديالك باش تخدم. جو سوي ديسكري. Je maîtrise les règles d'hygiène. Je maîtrise les règles d'hygiène. هادي مزيانه، بحال دابا كاين شي بعض الخدامي مثلا خصوصا في هادشي ديال الماكله ولا هادي، تيخافوا من بنادم مع هادشي ديال كورونا، ولا بنادم تيخاف شويه، تيخاف تكون داكشي شويه ما نقيش ولا شي حاجه، تتقول انت جو ميتريز لي ريغل ديجين، انا عارف كيفاش مسائل هادشي ديال الوقايه ونغسل يدي ونحافظ على المسائل تكون نقيه. جو ميتريز لي ريغل ديجين. جو بو فار دي كورس، نقدر نتسخر اسيدي، اييه مثلا عندي موتور عندي بيكالا، يعني جو بو فار دي كورس، نقدر نتسخر. جو سي بيان نيتواي، جو سي بيان نيتواي، تنعرف ننظف وننقي. جو سوي ديسبونيبل كار جو ني با انكور دو ترافاي، انا موجود
راه ما خدام مال الدم، هادي تتقولها باش 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 تبين لبنادم بانك راك باغي تخدم وانك راك محتاج للخدمه. جو سوي ديسپونيبل، انا موجود كار جو ني با انكور دو ترافاي، يعني باش تسكت ليا بنادم. جو بو فير سا. شوف يا كون سيدي حاجه تقدر ديرها قولها، قول جو بو فير سا، نقدر ندير هاد الشيء. جو سوي ابت ا فير سا، جو سوي ابت ا فير سا، اسيدي عندي الاهليه باش ندير هاد الشيء، عندي القدرات البدنيه مثلا في السيكوريتي ولا في الهزان وداك الشيء، الخدمه ديال الهزان والحطان وكذا، يعني تقول جو سوي ابت ا فير سا، نقدر ندير هاد الشيء. اما يا ما كنتيش قادر دير ديك الحاجه، قول جو بو با فير سا، يعني ما تكلفش راسك فوق الطاقه ديالها. جو بو با فير سا. جو بارل بيان او تيليفون، هادي بالنسبه للبنات تيبغيو يخدموا في هادشي ديال لا سكرتاريا ولا المهم، يعني تحتاجوا بعض المرات هادشي ديال التليفون، تتقول جو بارل بيان او تيليفون، انت نعرف نهضر مزيان في التليفون. جي لو سونس دو لورغانيزاسيون، كاين الخدامي بحال دابا الناس اللي تيديروا في هادشي ديال لي كروند سيرفاس، في هادشي ديال المارشيات تيبغيو يستفوا داكشي ديال سميتو لي برودوي اليمونتيغ، المواد الغذائيه، تتقول جي لو سونس دو لورغانيزاسيون، يعني انا تنعرف كيفاش نقد ونستف ونظم، ماشي تجي وتحط داك داك البسكويات ولا الحليب ولا المعطيشه ولا تعرف كيفاش تقاد داكشي، تتقول جي لو سونس دو لورغانيزاسيون، يعني تتقول هادشي باش دبر على راسك. جو سي بيان جيري لو ستريس او فولون، هادي مثلا بالنسبه للناس اللي تيسوقو سواء موتور ولا طوموبيل ولا هادي تيكون شوفور ليفغور، تتقول جو سي بيان جيري لو ستريس او فولون، تيقول كيفاش دير مع الطريق، تتقول لا انا سيدي تعرف كيفاش سيدي ما تنتعصبش في الطريق وتنسوق مزيان. جو سي بيان جيري لو ستريس او فولون، جو سوي اونيت، وهادي هي اهم حاجه، هي ما كانش فيك هاد القضيه، هاد لونيتيتي راه هي والو، يعني جو سوي اونيت، انا معقول، هادي خصك تعقل عليها، خصك ديرها في راسك هادي. جو سوي اونيت، جي ان بون سونس ريلاسيونيل افيك لي كليون، بالنسبه الخدامي اللي تيكون فيهم الكونتاكت مع الكليان، خصك تقول جي ان بون سونس ريلاسيونيل افيك لي كليون، يعني انا عندي داك التواصل مع الكليان، تنعرف كيفاش نهضر مع الكليان ونتواصل مع الكليان. جي ان بون سونس ريلاسيونيل، عندي علاقه مزيانه افيك لي كليون، مع الكليان. جو سوي موتوريزي، يعني انا عندي موتور ولا عندي طوموبيل باش نخدم. جو سوي موتوريزي. جو بو ترافايي دي مانتنون، انا نقدر اسيدي نخدم من دابا. جو بو ترافايي دي مانتنون، يعني باش تبين بانك باغي تخدم. جو سوي اون بون فورم، يعني انا صحيح في صح، اسيدي نقدر اسيدي نخدم ونسخر ونطلع في الدروج ونقدر المهم جو سوي اون بون فورم. جو فودغي ترافايي ا مي طون، انا بغيت اسيدي نخدم انا غير دو مي طون، يعني نخدم مثلا الصباح او العشيه مثلا، تكون تقرا او شي حاجه. جو سي بيان كوندوير، تنعرف نسوق، عندي البيرمي اي جو سي بيان كوندوير. جو فو ترافايي كو لو ماتان، انا بغيت نخدم غير الصباحات، العشيه عندي شي شغل. جو فو ترافايي كو لو ماتان، يعني ماشي دابا في لونتروتيا ماشي تبقى غير ساكت، يعني خصك انت تقنع داك لو ريكروتور، تقنع لو باترون اللي تخدم عنده. جو شيرش ان ترافاي سيزوني، بغيت نخدم انا سيدي غير خدمه ديال موسميه مثلا، في هادشي ديال الفلاحه ولا في المهم موسميه ولا مثلا في ماكدونالد ولا هادي. جو شيرش ان امبلوا سون ديبلوم، انا بغيت نخدم شي خدمه يعني ما تحتاج لا ديبلوم لا والو، انا ما عندي لا ديبلوم لا والو، ولا مثلا سون اكسبيريونس، ما فيها ما تكون فيها لا تحتاج لا اكسبيريونس لا تجربه لا والو زعما. جو شيرش ان امبلوا سون ديبلوم. جو سوي انتريسي بار سيت اوفر، مثلا شتي واحد لوفر في الانترنت غتمشي عندهم تقول لهم جو سوي انتريسي بار سيت اوفر، انا راه مهتم بهذا العرض ديال العمل. جو سوي بونكسيويل، هذه في الفيمينال، يعني انايا تنضبط الوقت، يعني تنجي 8 هي 8 9 هي 9، لا بونكسواليتي. جو شيرش ان امبلوا كوم ليفرور، يعني انا بغيت نخدم كوم ليفرور، يعني تندي مثلا داكشي مثلا الماكله ماكدونالد ولا هادي ليفرور، تنسخر وتن. جو شيرش ان امبلوا كوم اجون دو سيرفيونس، يعني انا بغيت نخدم كاساس حارس، يعني جو شيرش ان امبلوا كوم اجون دو سيرفيونس، يعني اجون دو سيرفيونس هو يعني الحراسه حارس. اما جو شيرش ان امبلوا كوم اجون دو سيكوريتي، يعني انا بغيت نكون نخدم رجل امن خاص. جو شيرش ان امبلوا كوم اجون دو سيكوريتي.
Je cherche un emploi de nuit. Je cherche un emploi de nuit. أنا بغيت نخدم غير بالليل. Je peux travailler le week-end. Je peux travailler le week-end. يعني نقدر نخدم السبت والحد. ما عنديش مشكل. يعني باش كما تنقولوا تتعزز الموقف ديالك مثلا وتنتهي تتكون عندك واحد لا فالور اجوتي. يعني تكون عندك واحد القيمة مضافة. Je cherche un emploi dans le nettoyage. تنقلب على خدمة في هادشي ديال النظافة والتنظيف. Je cherche un emploi dans le nettoyage. Je cherche un emploi à Casablanca. تنقولوا أنا تنقلب على خدمة في الدار البيضاء. Je cherche un emploi à Casablanca. دابا نشوفوا مسألة ديال شنو هما الأسئلة اللي ممكن تطرحهم على ذاك الموظف أي لو ريكروتور. وهذه راه مهمة بزاف. Quelles seront mes responsabilités؟ شنو هي المسؤوليه ديالي؟ دابا بعد ما تخدم في بعض الشركات ولا فادي ما تيوضحوا لك جاك شي بالضبط، ولكن انت تتزيرهم خصك تقول لهم كيل سيغون مي ريسبونسابيلتي، شنو هي المسؤوليه ديالي؟ وريني بالضبط اش غادي ندير؟ شنو هي المسؤوليه ديالي بالضبط؟ ما تخليش داك الشيء فاغ كوم سا امبيغو مبهم، لا باش تعرف اش غادي دير. كيل سيغون مي طاش، شنو هما المهام ديالي اللي خصني نديرها؟ مثلا غادي نشطب هادي، غادي نصيب هادي، غنسخر هنا، نجيب هادي، باش ما يكثروش عليك في الخدمه، ما يقولكش اسيدي لا قلنا لك هادشي في الاول، تقول لهم كيل سيغون مي طاش، كي سيغي مون سوبيريور ايميديا، شكون هو السوبيريور ديالي المباشر، باش ما يبقاش كلشي باغي يتحكم فيك، تيشوفوك باقي جديد تيبغيو يتحكموا فيك، لا، تتقول لهم كي سيغي مون سوبيريور ايميديا، شكون هو سميتو السوبيريور ديالي المباشر. S'il vous plaît, la durée de la période d'essai. دابا بعد ما تيقول لك غادي ندوز معنا واحد ستاج تدريب غنشوفوك واش تصبر في هاد الخدمه ولا ما تصبرش 15 يوم ولا 20 يوم ولا شهر خصك تعرف واش تخلص فيها واش ما تخلصش شحال ديال الوقت تقول سيل فو بلاي من فضلك شحال المده لا بيريود ديسي شحال الوقت سيل فو بلاي لا دوغي اي لي زوغيغ دو ترافاي بغيت نعرف اسيدي المده ومواقيت العمل واش غنخرج انايا مع السادة عشية ولا مع السبعة ولا مع الثمانية حتى راه كاين بعض المرات شي خدامي تيكون داكشي ما مضبوطش شوية المهم انت باش تعرف اوغي جو دي زافونتاج سوسيو يعني واش عندي امتيازات اجتماعية عندي الوريقات عندي مسائل ديال هادشي ديال التأمين الصحي اوغي جو دي زافونتاج سوسيو اسكو جو ترافاي لا نوي او بيان لو جور واش غادي نخدم بالليل ولا بالنهار كاين فرق خدمة الليل تتكون زايدة من ناحية الصالير ومهم شويه فيها شويه مسالش وصعيبه وخصك تكون شويه صحيح كومون بيج بروغريسي دون سو ميتي كيفاش يمكن ليا نتطور في هذه الخدمه كومون بيج بروغريسي دون سو ميتي ياتيل ان جور دو ريبو يعني واش كاين نهار تنجلسو فيه ياتيل اون بوز ريبا واش كاين شي بوز باش نتغداو فيها Quelle sera la fréquence de mes déplacements يعني بعد ما شي خدامي تيكون في هذاك الديبلاسمون سي الواجي تسولهم انت شحال زعما غادي نبقى نمشي ونجي ونسخر كيل سيغا لا فريكونس دو مي ديبلاسمون شحال ديال هادشي ديال لي ديبلاسمون اوريج اون بارتي فاريابل دون ما ريمونيراسيون اوريج اون بارتي فاريابل دون ما ريمونيراسيون يعني واش كاين دابا كاين سالير دو باز وكاين سالير داك سميتو تتكون دي بريم مثلا درتي شي خدمه اضافيه ولا شي حاجه تقول اوريج اون بارتي فاريابل دون ما ريمونيراسيون ولا مثلا زدتي السوايع ولا كنتي انت مثلا اجتهدتي يعني تيعطوك مثلا دي بريم زايدين تقول اوريج اون بارتي فاريابل دون ما ريمونيراسيون Je cherche un emploi urgent. On a pris traitement à Carabourg. Urgent. Je cherche un emploi pour le week-end. On a pris traitement cette idée, c'est tout le fait. Je cherche un emploi pour le week-end. Je cherche un emploi sur Marseille. On a pris traitement cette idée sur Marseille. Je cherche un emploi sur Marseille. Je cherche un emploi comme femme de ménage. On a pris traitement femme de ménage. Bénispèce chez l'Ayelette. Je suis apte pour les tâches ménagères. Je suis apte pour les tâches ménagères. Je suis assez méticuleuse.
جو سوي اسي ميتيكولوز. هادي يطلبوا من من هادي تكون مطلوبه في هاد المهنه ديال ديال هادشي ديال الفام دو ميناج، تكون ميتيكولوز دقيقه. جو سوي اورغانيزي دون مون ترافاي، انا منظمه في العمل ديالي. جو سوي اورغانيزي دون مون ترافاي. جي ديجا ترافايي شي ماكدونالد، انا ديجا خدمت في ماكدونالد. مثلا عندك شي تجربه وقولها، ما تبقاش ساكت. جي ديجا ترافايي شي ماكدونالد. جو سوي ديناميك، انا يعني في الحيويه والنشاط وتنبغي نخدم. جو في ا اوفرير ان سيرفيس دو كاليتي او كليون. جو في ا اوفرير ان سيرفيس دو كاليتي او كليون، يعني انا تنعرف نتعامل مع الكليان وتنعطيهم واحد السيرفيس دو كاليتي. J'ai le sens de l'hospitalité. مثلا فهادشي ديال ماكدونالد تيبغيو تكون عندك داك داك الحس ديال ديال الترحيب، تتفرح بنادم. J'ai le sens de l'hospitalité. Mon employeur refuse le télétravail. Mon employeur refuse le télétravail. يعني الباترون ديالي اللي مخدمني تيرفض لو télétravail، تيرفض انني نخدم عن بعد، تيرفض يعني مساله العمل عن بعد. Mon employeur tarde à me payer. Mon employeur tarde à me payer. يعني المشغل ديالي، الرئيس ديالي ديال العمل تيتعطل عليا في الخلاص، ما تيخلصنيش في الوقت. tarde تيتعطل عليا. à me payer يعني تيتعطل عليا في الخلاص. Mon employeur surveille mon PC. Mon employeur surveille mon PC. يعني الباترون ديالي تيحضر ليا البي سي او تيقلب في البي سي ديالي. سيرفي تيراقب الحاسوب ديالي اللي تنخدم فيه، يعني تيتجسس عليا او تيراقبني. او مون امبلوايور سا شارل سور موا. مون امبلوايور سا شارل سور موا، يعني الباترون ديالي تيقلب عليا، تيقلب منين يدوز ليا. سا شارل سور موا يعني ما حاملنيش وتيقلب منين يدوز ليا. Mon employeur se moque de moi. Mon employeur se moque de moi. يعني الباترون ديالي، رئيس ديالي ديال العمل، تيتفلى عليا، تيضحك عليا. Se moque de moi. تيتفلى عليا. يستهزئ بي. Se moque de moi. يستهزئ بي. Mon employeur signe à ma place. Mon employeur signe à ma place. يعني المشغل ديالي تي 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 سيني يوقع مكاني. كاين شي حاجه اللي خصني نوقعها انايا، هو تي تيبدا يوقع في بلاصتي. تي سيني في بلاصتي. سيني ا ما بلاس. مون امبلويور مو في ترافايي مالغري لو شوماج بارسييل. مون امبلويور مو في ترافايي مالغري لو شوماج بارسييل، يعني الباترون ديالي تيخدمني واخا انا في شوماج بارسييل، يعني واخا انا عندي في يعني في مده ديال شوماج يعني بطاله يعني جزئيه. نشوفوا الشرح ديال لو شوماج بارسييل. لو ديسبوزيتيف دو شوماج بارسييل ا بور بوت ديفيتي دي ليسونسييمون. il permet à une entreprise qui subit une perte d'activité de nature économique, technique ou naturelle de réduire temporairement les horaires de ses effectifs. يعني هاد المساله ديال الشوماج بارسييل تيديروها من اجلي بهدف ان الشركه ما تجريش على المستخدمين ديالها، على الموظفين ديالها، تدير هاد الشوماج بارسييل، يعني بحال تقول واحد النوع من البطاله جزئيه. il permet à une entreprise وهذا تيخول لواحد الشركه باش ان مثلا انها تكون ما عندهاش الخدمه بزاف، مثلا في الحاله ديال هادشي ديال كوفيد، انها ما عندهاش واحد لاكتيفيتي، ما عندهاش واحد الحركه تجاريه كبيره، شنو تدير؟ تتحاول تتنقص من السوايع ديال العمل. ريدويغ تمبوريغمون لي زوغيغ دو سي زيفيكتيف، يعني تتنقص الموظفين، تتنقص لهم من ساعات العمل. هذا هو بما يسمى لو شوماج بارسييل. يعني انا في هاد السوايع اللي ما خصنيش نخدم فيهم لومبلويور ديالي تيخدمني. مون امبلويور مابيل سور مون بورتابل. مون امبلويور مابيل سور مون بورتابل، يعني الباترون ديالي تيعيط ليا في التليفون الشخصي ديالي، تيعيط ليا. مابيل سور مون بورتابل. مون امبلويور مانسولت، يعني الباترون ديالي تيعايرني، تيسبني. مانسولت.
Mon employeur ne me donne pas mon attestation d'emploi. Mon employeur ne me donne pas mon attestation d'emploi. يعني الباترون ديالي ما بغاش يعطيني شهادة العمل. Mon attestation d'emploi. هادي تتوقع بالنسبة للشركات الصغار ما تيبغيوش يعطيو الموظفين ديالهم ما تيبغيوش يعطيوهم تيحاولوا يجرجروهم وما يعطيوهمش شهادة العمل. تيخافوا ولا يمشيو يتابعوهم أو شي حاجة تي ما تيبغيوش تيجرجروهم. Mon employeur me propose une rupture conventionnelle. يعني المشغل ديالي تيقترح عليا نديرو واحد يعني نسحب من العمل ديالي نديرو واحد الاتفاق باش نمشي في حالتي من الخدمة. Mon employeur ne me paye pas. Mon employeur ne me paye pas. يعني المشغل ديالي لا يؤدي الأجرة ديالي ما تيخلصنيش. Mon employeur me demande de démissionner. يعني الباترون ديالي بغاني نقدم الاستقالة ديالي me demande de démissionner. Mon employeur me réclame de l'argent. Mon employeur me réclame de l'argent. يعني المشغل ديالي تيطالبني بشي فلوس me réclame de l'argent. المهم لسبب أو لآخر. Mon employeur ne récupère pas ma lettre de démission. Mon employeur ne récupère pas ma lettre de démission. يعني المشغل ديالي ما بغاش يشد مني الرسالة ديال الاستقالة. Mon employeur me réclame un trop perçu. Mon employeur me réclame un trop perçu. يعني المشغل ديالي تيطالبني بأنني نرجع ليه شي فلوس. يعني خلصني مثلا شي شهر خلصني شي فلوس زايدة وتيطالبني نرجع ليه دوك الفلوس الزايدة. Mon employeur a-t-il droit de me chronométrer? Mon employeur a-t-il droit de me chronométrer? يعني هذا السؤال يعني باش تعرف الانسان الحقوق ديالو يعني واش المشغل ديالي عنده الحق انه يبدا يعني بحال يشد واحد الكرونومتر واحد سميتو هذا ديال الساعه ويبدا يتحاسب معايا بالثانيه وبالدقيقه واش من حقه هذا الشيء. Mon employeur a-t-il droit de me filmer? واش المشغل ديالي عنده الحق انه يصورني؟ يعني هادو مسائل الحقوق وقص الانسان يعرفهم. Mon employeur a résilié ma mutuelle sans me prévenir. Mon employeur a résilié ma mutuelle sans me prévenir. يعني المشغل ديالي حيد ليا او الغالية داك الكونترا ديال الميتويل يعني داك الشيء ديال التامين وبلا ما يعلمني sans me prévenir. Mon employeur a le Covid. يعني اللي مخدمني المشغل ديالي فيه كوفيد فيه كورونا. Mon employeur tarde à me donner mon solde de tout compte. يعني المشغل ديالي تيتعطل عليا او تعطل عليا ما بغاش يعطيني حسابي. تنقولوا mon solde de tout compte. يعني داكشي اللي تنتسالو يعني حسابي هادي تتكون حتى الاخر من تتسالي الخدمه. انت تقدم الاستقاله ديالك خصو يعطيك واحد لو سولد تيتسمى لو سولد دو تو كونت. يعني هذا المشغل ديالي تيتعطل عليا وما بغاش يعطيني الحساب ديالي. مون امبلويور تارد ا مي دوني مون اتيستاسيون. مون امبلويور تارد ا مي دوني مون اتيستاسيون. يعني المشغل ديالي تيتعطل عليا وما بغاش يعطيني واحد الشهاده مون اتيستاسيون. مون امبلويور توش مي زاندمينيتي جورناليير. يعني المشغل ديالي تيبدا يعني تياخد تيقتطع توش مي زاندمنيتي جورناليير. يعني تياخد ليا من داك المستحقات اليوميه ديالي. تتكون شي عمل سوبليمونتير يعني شي عمل اضافي او شي حاجه هو تيبدا ياخد ليا من دوك المستحقات اليوميه ديالي ما تعطينيش الفلوس ديالي كامله توش مي زاندمنيتي جورناليير. مون امبلويور تريش. يعني اللي مخدمني تيغش. Mon employeur m'a trop payé. يعني المشغل ديالي خلصني أجرة عطاني شي فلوس زايدة. M'a trop payé. Mon employeur demande une expertise médicale. Mon employeur demande une expertise médicale. هادي الإنسان تيكون مريض وتتكون ديك المدة ديال المرض ديالو طويلة شوية داك المشغل ديالو تيطلب منه واحد ليكسبيرتيز ميديكال تيطلب منه واحد الخبرة طبية. تتكون خبرة مضادة باش يشوفوا فعلا واش كان مريض ولا دايره هير بالعاني. مون امبلويور رفوز اون روبتور كونفونسيونيل. يعني المشغل ديالي تيرفض انني ندير معاه واحد الاتفاق
ونستقل من العمل ديالي، يعني يكون داك الاستقالة حبية. Mon employeur veut me muter. Mon employeur veut me muter. يعني المشغل ديالي بغى يصيفطني لشي مدينة أخرى، نخدم ليه فشي بلاصة أخرى، ماشي في ديك البلاصة اللي أنا مولف خدام فيها. لا هو باغي يصيفطني me muter، يعني يصيفطني ويجيب شي واحد بلاصتي مثلا. Mon employeur veut que je démissionne. يعني المشغل ديالي بغاني نقدم الاستقالة ديالي. Mon employeur veut me licencier. Mon employeur veut me licencier. مشغل ديالي بغى يجري عليا. Mon employeur veut me changer de poste. Mon employeur veut me changer de poste. يعني المشغل ديالي بغى يبدل لي البوست ديالي. مثلا خدام انت في واحد المجال وبغى يديك المجال اخر. هادي veut changer de poste. veut me changer de poste. Emma muter qui m'a fait une arbre là veut mon patron mon employeur veut me muter يعني باغي يصيفطني لمدينه اخرى او شي بلاصه بعيده. Mon employeur veut modifier mes horaires de travail. هادي تتوقع كذلك المشغل ديالي بغى يبدل ليا ساعات العمل. مثلا انا كنت نخدم بالنهار هو بغى يبدا يخدمني بالليل. veut modifier mes horaires de travail. Mon employeur veut rompre mon CDD. يعني المشغل ديالي بغى يعني صافي يلغي داك الكونترا اللي ما بيني وما بينه. كتسمى كونترا ا دوري ديتيرميني، يعني عقد لمده محدده. Mon employeur vend son entreprise. يعني المشغل ديالي بغى يبيع الشركه ديالو. يبيع لواحد اخر. خصني نعرف الحقوق ديالي. Mon employeur m'oblige à faire des heures supplémentaires. يعني المشغل ديالي تيفرض عليا ويلزم عليا انني نزيد السوايع. à faire des heures supplémentaires. تيقولوا des heures sup. هذه باختصار. Mon employeur m'oblige de changer de poste. يعني المشغل ديالي تيفرض عليا وتيلزم عليا انني نبدل البوست ديالي، ما نبقاش خدام مثلا في واحد الماكينه، نخدم في ماكينه اخرى او بحال هكا. Mon employeur m'oblige à rester chez moi. Mon employeur m'oblige à rester chez moi. يعني المشغل ديالي يبزز عليا ويفرض عليا انني نبقى في داري. صافي تيقول لك اسيدي ما عندي ما ندير لك، ما عندي لا خدمه لا والو. Je suis agent immobilier. انا سمسار. Je suis agent immobilier. Je suis moniteur d'auto-école. انا مونيتور في سيارات التعليم. Je suis moniteur d'auto-école. Je suis employé de pressing. انا خدام في المصبانه. Je suis employé de pressing. Je suis dépanneur remorqueur. يعني انا تندير هادشي ديال الديباناج، عندي طوموبيل ديال الديباناج. Je suis dépanneur remorqueur. Je travaille dans un supermarché. انا خدام في واحد السوق ممتاز، سوبرمارشي. Je travaille dans un supermarché. Je travaille dans un hôtel. خدام في واحد الفندق. Je travaille dans un hôtel. Je suis mécanicien cycle. يعني انا سيكليس. اما يقولنا je suis mécanicien يعني انا ميكانيكي. او je suis mécanicien auto يعني ميكانيكي ديال الطوموبيلات. اما je suis mécanicien cycle يعني انا سيكليس. je suis facteur انا ساعي البريد. je suis facteur. je travaille comme bénévole يعني خدام bénévole يعني عمل تطوعي. je travaille comme bénévole. Je suis enseignant. Ana usted. Au mudaris. Je suis enseignant.
Je suis délégué médical. يعني انا مندوب طبي. يعني تيكونوا خدامين في الشركات اللي تيبيعوا هادشي ديال المنتجات الطبيه. Je suis délégué médical. Je suis délégué commercial. يعني انا مندوب تجاري. يعني تنبيع تندير تسويق لمنتجات تجاريه. Je suis délégué commercial. Je suis agent d'entretien. انا خدام في النظافه نيتواياج. Je suis agent d'entretien. Je suis agent éboueur. يعني تنجمع الاسبال النظافه. انا خدام في هادشي ديال النظافه. Je suis agent éboueur. Je suis saisonnier. يعني انا خدام موسمي. Je suis saisonnier. Je suis convoyeur de fonds. يعني خدام في هادشي ديال الفلوس. تندير ترونسبور ديال الفلوس. Je suis convoyeur de fonds. تخدموا ما بين الابناك. Je suis convoyeur de fonds. Je suis téléconseiller. يعني انا خدام في سونتر دابيل. Je suis téléconseiller. Je suis téléconseillère. هذه في الفيمينه. Je suis téléconseillère. Je suis frigoriste. يعني انا خدام في هادشي ديال التبريد. تنصلح هادشي ديال التبريد، هادشي ديال الثلاجات وهادشي كاع لاكليم. Je suis frigoriste. Je travaille dans une école. خدام في واحد المدرسه. Je travaille dans une école. Je travaille dans le bâtiment. خدام في المجال ديال البناء. Je travaille dans le bâtiment. Je travaille loin de mon domicile. خدام بعيد من الدار. Je travaille loin de mon domicile. Je travaille dans un hôpital. خدام في واحد السبيطار. Je travaille dans un hôpital. Je travaille en freelance. يعني خدام عن بعد. في هادشي ديال الانترنت. Je travaille en freelance. Je suis agente immobilière. يعني هادي في الفيمينة. يعني انا سمسارة. اما يقولنا je suis agent immobilier. يعني انا سمسار. Je suis concierge. يعني حارس ديال العمارة. Je suis concierge. Je suis caissier. انا خدام في لاكاس. Je suis caissier. Ou bien je suis caissière. هادي في الفيمينة. Je suis caissière. Je suis secrétaire. انا كاتبة سكرتيرة. Je suis secrétaire. Je travaille sur un projet. يعني بحيث نقولو ديجا انا خدام على واحد البروجي، خدام على واحد المشروع. Je travaille sur un projet. Je suis boulanger. انا خباز. يعني تندير هادشي ديال تنصيب الخبز، تنعجن الخبز. Je suis boulanger. Je travaille depuis la maison. انا خدام من الدار. Je travaille depuis la maison. Je travaille depuis chez moi. انا خدام من الدار. نفس المعنى. Je travaille depuis chez moi. Je travaille depuis 15 jours. انا خدام هادي 15 يوم. يعني باش بديت الخدمة. Je travaille depuis 15 jours. Je travaille sans contrat. خدام بلا كونترا. Je travaille sans contrat. Je travaille plus que les autres. يعني انا تنخدم اكثر من الاخرين. Je travaille plus que les autres. Je travaille pour mon compte. خدام على حسابي. انا هو الباترون ديال راسي. Je travaille pour mon compte. Je travaille 6 jours sur 7. خدام 6 ايام في السيمانه. يعني تيشاط ليا نهار واحد. Je travaille 6 jours sur 7.
Je travaille dur. يعني تنخدم تنضرب تمارة. Je travaille dur. Je suis fermier. أنا خدام في الفيرما. Je suis fermier. Je suis infirmière. يعني أنا ممرضة. Je suis infirmière. أما je suis infirmier يعني أنا ممرض. Je suis technicien. أنا تقني. Technicien. Je suis technicien. Je suis sans emploi. أنا بدون عمل. Je suis sans emploi. Je suis couturier. أنا خياط. Je suis couturier. Je travaille cet après-midi. أنا خدام في هاد العشية. Je travaille cet après-midi. Je travaille mais je suis pauvre. أنا خدام ولكن فقير. Je travaille mais je suis pauvre. Je ne travaille pas aujourd'hui. ما خدامش اليوم. Je ne travaille pas aujourd'hui. Je ne travaille pas demain. ما خدامش غدا. Je ne travaille pas demain. Je travaille tous les jours. خدام كل نهار. Je travaille tous les jours. Je travaille tous les samedis. تنخدم كاع السبوتة. Je travaille tous les samedis. Je travaille tous les matins. تنخدم كاع الصباحات. Je travaille tous les matins. Je travaille tous les week-ends. تنخدم كاع السبوتة والحدودة. Je travaille tous les week-ends. Je travaille tous les dimanches. تنخدم كاع الحدودة. Je travaille tous les dimanches. Je travaille tout seul. خدام غير بوحدي. Je travaille tout seul. Je travaille tout le temps. خدام الوقت كامل. Je travaille tout le temps. Je suis jardinier. يعني أنا جارديني. تخدم في هادشي ديال الجردة. Je suis jardinier. Je suis mécanicien d'ascenseur. يعني أنا ميكانيكي ديال هادشي ديال المصاعد. Je suis mécanicien d'ascenseur. Je suis mécanicien auto. يعني أنا ميكانيكي ديال الطوموبيلات. Je suis mécanicien auto. Je suis chauffeur de taxi. أنا خدام في الطاكسي. تنسوق الطاكسي. Je suis chauffeur de taxi. Je suis chauffeur de camion. أنا خدام شيفور ديال الكاميون. Je suis chauffeur de camion. Je suis chauffeur de poids lourd. أنا خدام شيفور ديال الوزن الثقيل ديال الكاميوات الكبار. Poids lourd. Je suis chauffeur de poids lourd. Je suis coach sportif. يعني أنا خدام مدرب coach. Je suis coach sportif. يعني خدام coach في هادشي ديال السبور. Je suis hôtesse de l'air. يعني أنا خدامة مضيفة ديال الطيران. Je suis hôtesse de l'air. Je suis steward. يعني أنا خدام مضيف الطيران. Je suis steward. Je suis commerçant. يعني أنا بيع وشري. Je suis commerçant. Je suis plombier. أنا plombي. بالعربية تنقولو رصاص. Je suis plombier. Je travaille quotidiennement. أنا خدام كل نهار. يوميا. Je travaille quotidiennement. Je suis poissonnier. تنبيع الحوت. Je suis poissonnier. Je suis menuisier. أنا نجار. Je suis menuisier. Je suis cuisinier. أنا طباخ. Je suis cuisinier.
Je suis cordonnier. يعني أنا إسكافي خراز. Je suis cordonnier. Je travaille dans le tourisme. خدام في القطاع ديال هادشي ديال السياحة. Je travaille dans le tourisme. Je travaille dans le secteur médical. خدام في القطاع في المجال الطبي. Je travaille dans le secteur médical. Je travaille dans le secteur pharmaceutique. خدام في المجال في مجال الصيدلة. Je travaille dans le secteur pharmaceutique. Je suis opticien. انا خدام في هادشي ديال تنصيب هادشي ديال الزاج ديال المضادر يعني opticien. Je suis opticien. Je travaille en grande surface. خدام في سوق ممتاز. Une grande surface. Comme les supermarchés. Je travaille en grande surface. Je travaille comme serveur. خدام سربي. Je travaille comme serveur. Je suis agent de propreté urbaine. انا خدام في مجال النظافة. يعني تابع للبلدية. Je suis agent de propreté urbaine. Je suis maçon. Ana bnay. Je suis maçon. Je suis maître nageur. Ani mualim sibaha. Je suis maître nageur. Je suis coiffeur. Ana halak. Je suis coiffeur. Je suis coiffeuse. يعني انا خدامه في مجال ديال الحلاقه للعيالات. Je suis coiffeuse. Je suis esthéticienne. خدامه في مجال التجميل. Je suis esthéticienne. Je suis boucher. انا جزار جزار. Je suis boucher. Je suis boucher. هادي في الفيمينين يعني انا جزاره. Je suis boucher. Je suis commerçant en alimentation. Je suis commerçant en alimentation. Je suis ouvrier d'abattoir. Je suis ouvrier d'abattoir. Je suis pâtissier. خدام في هادشي ديال تنصيب الحلويات. Je suis pâtissier. Je suis pâtissière. يعني انا خدامه في الفيمينان. انا خدامه في مجال الحلويات. Je suis carrossier. يعني انا تنصلح هادشي ديال لي كاروسري ديال الطوموبيلات. Je suis carrossier. Je suis sapeur-pompier. انا خدام يعني رجل الاطفاء. Je suis sapeur pompier. Je suis soudeur. يعني خدام في هادشي ديال السودور. Je suis soudeur. Je suis électricien. انا كهربائي. تريسيان. Je suis électricien. Je suis conseiller agricole. يعني انا خدام مستشار في هادشي ديال الفلاحة. Je suis conseiller agricole. Je suis conseillère agricole. Adif féminin. Yani ana mustachara filahia. Je suis chef de rayon. Yani ana khdam chef fwahed rayon. Fi supermarché. Je suis chef de rayon. Je suis gardien. Ana SS. Je suis gardien.